في هذا الفيديو بتحدى خطيبتي تحدي طبخ والجائزة 10,000 دولار. مين حيفوز يا ترى؟ هاي جايز، كيف الحال؟ قاعد بستنى حب حياتي. بينما عم بستنى يا جماعة بصراحة أنا فارض جوع. يا هلا والله. أحمد ليش تأكل من مطعم قاعد؟ كمان قلت لك ما بزبط لصحتك تأكل من المطاعم. من وين أكل يعني؟ جد أحكي لي. أطبخ يا أخي. أنا زلمة خاطب. طيب أوكي خاطب. فوت خطيبتي تطبخ لي. أنا بطبخ لك، ما بيعجبك طبيخي. ضلك تتنقوي. ما بتعرفيش تطبخي. أنا ما بعرف أطبخ. إذا أنا طبخي أحسن من طبخي. بحس. كيف يعني كيف؟ ولك شو بتحكي قاعد؟ طيب يا سيدي، أنت بتحكي إنه أكلك أسكى صح من أكلي؟ آه أسكى بصراحة يعني. طيب تحدي طبخ بيني وبينك اليوم. لا. ليش؟ لا. انا ما عندي وقت اطبخ اصلا، عشان هيك عم بجيب صبوه لكي اعمل تحدي طبخ. طب انا عندي فكره اقنعك اكثر. اذا بتفوز اليوم لك مني 10,000 دولار. 10,000 دولار. من وين جبتيهم؟ اعلانات يوتيوب دعايات. ويا جماعه طلعت خاطب وحده غنيه. واو. انت حتصرف على البيت. لا 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 لا، حطيت هاي الفلوس عشان انا عارفه انه انت ما رح تربح. يعني هسه انا لو افوز تحدي الطبخ تبعك المتخلف هتعطيني كل هدول؟ يس. هتعطيني الجبل فلوس؟ اه مش هلا، بس بس هيك بس هيك بس فوز. انت قدها؟ انا قدها. صبا انت قدها ولا؟ انا قدها يا يا حبيبي. هاي الفلوس هيهم. ها ها. 10,000 دولار. بتعرف قديش يعني 10,000 دولار؟ والله هي كثير صراحة. لا لا انت ما بتعرف. شو مركز معي؟ مش لازم تكتبها. هاي مش عشرة. ركز. هاي مية. ركز. والله كثير يا كزن. كيف؟ آه والله. والله يسعد دينك يا كزنتي. أنا حبيت الشغل الصراحة. بس اسمع والله بصراحة يعني هي بضل خطيبتي، ما حاخذ منها الفلوس حتى لو أفوز. إيش؟ خطيبتي يا زلمة، كيف آخذ منها فلوس؟ الشغل شغل. بدك تفصل بالشغل للعقل مش للقلب. بدك تفصل. بزنس بزنس. أيوه. ما عليك ما عليك، اسمع. حتفوز اليوم. طب كيف انا ما بعرف اطبخ؟ زبتي عند الموضوع. شو هسه كتب المونتاج ولا؟ مرحبا. والله انا مبسوط عليك كبير. والله شفنا شيف علي فاز ببرنامج توب شيف. شيف علي طب التوب. انا متاكد اني رح خليك تفوز. يلا يلا. بصل اول شيء لازم نقشرها، فايدك هيك سريع سريع. بصل مش فاهم. اوه نو 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 حسيت. البصل نسويها هيك هيك. معروف. عارفها انت صح؟ اوكي بيض. انا بعرف افكس بيض. خليني افرجيك طريقتي. يلا. بعدين في قشر ما في قشر؟ استنقع عند القشر. طيب انا راح اجيب الصحون ورجع لك. اوكي يلا. يلا كمل اومليت كمل اومليت. ايش بصير معك؟ اذا بدي اياك تتعلم منيح. عم بحاول. ما رح اساله بكل تفصيله. ابلش اصنع اطباق. اوه صح. ابو الروبلت. ابو الروبلت والله. اسمع اسمع براند خرافي. ابو الروبلت. المهم اسمع اذا شو هالجاكيت. كيف؟ والله نار يا زلمه. حبيت اتالق يعني هيك اليوم. المذا اسطوري. حلو رهيب عليك. احي وكيش سويت؟ ضفت عليها حبيت احمصها زياده. انت هسه صرت جاهز لأكبر تحدي ممكن تخوضه بحياتك. مبروك الجاكيت. هيك صرت شيف محترف. أنا بهنيك. واو خلاص شيف أبو الروب. أوكي يا جماعة، شكر خاص للشيف علي انه زبطني. هلا رايحين لمنطقه التحدي
عند صبا، صبا اوريدي هناك جاهزة تستناني. طبعا اذا انت مو مشترك في القناة اشترك. الحمد لله وصلنا 5 مليون، فالفيديو جاي ان شاء الله حيكون فيديو 5 مليون، ترقبوا، في فكرة مجنونة. وهلا خلينا نروح على المطبخ. طب يا جماعة هينا وصلنا على المطبخ، وهي عنا الفلوس وعنا احمد. المطبخ هاد عملت لنا اياه شركة تلسكوب في البرودكشن، مطبخ بس إلي والأحمد اليوم. أنا وأحمد رح نتنافس على طبقين، طبق رئيسي في طبق حلويات. شو الطبق الرئيسي؟ لازانيا. I know. طب شو الطبق الثاني؟ الطبق الثاني في عنا هون بوكس، هذا البوكس الحلويات اللي فيه إشي سهل وإشي صعب، أنت وحظك. مساعدتي ناتاليا. ووو طبعا ناتاليا هاي البنت رح تفوز اليوم. اوه حبيبي يا كزي، ولك انت ملك الطبخ، وانت كمان، انت توب شيف الجديد. اخر جزء من فيديو التذوق ونشوف مين بيفوز. كثير واثق من حالك انت، كثير كثير. بس انا بعرف اللازانيا هي هاي. هاي هي اللازانيا. and this is like garlic بصل. انا بعرف شو اعمل. اول خطوه تقطع البصل. مبدع مبدع. اوه بلشت احس في البصل. تطلعش عليه وانت بتقطع، تطلعش عليه. اقطع اقطع اقطع. طولي لي بس اربع تومات. اربع تومات يا ابو زغلول. افتح تمك. ايش شو عرفتي؟ بلكن في دقيقه. يلا ليتس بوت. لا بعدين اتس gonna be so hot. كمان هذول كيف عارف اذا سخن او لا؟ اذا ضلك حاط ايدك حتحس سخن. اوكي طلع طلع ما عم بجربه. ما اتوقع فاهمين بالطبخ. تنظف الدو. حمي حمي شوف. فاحنا نحطه في المي على طول. طاطا بضحكوا علينا مفكريننا فشله. اوكي بيزل وير دون وذ بيزل. طب في حد بحط بازيلا باللازانيا يا زلمه؟ هدول غريبين والله. كيف هيك؟ كيف تفتح؟ حاولت اساعد. ايوه هيك فضحتنا يا زلمة. بنت فتحت. طب اسمعي بالأونيون أخذت اللحمة. لحمة ويت ويت برنت. تعرف شو تحط؟ تمام. سوري لا بخاف تسمع. بس دوق اوعك. شو انك كذاب. خبيته زاكي جد زاكي. اوكي اوكي نيد اتس لايك نيد ا ليتل بيت سولت. خلص كيف عارف اللحمة استوت ولا لا؟ دوقها. لسه لونها احمر معناته لسه دمها فيها. صح. شوفوا لي المنظر هون. استنى ساعدني. يلا ازغلك ما بتساعدني. شد. راخ كليتي. كمان جبنه كمان بشمل. ويت ويت ما هو ما في عنا بديش يخلصوا. عنا الثاني لسه. استنى الوضع غريب يا زلمة. لا لا يا لو وقعت جوا. خلص سألهم بهذه الشغلة بس. ايه انا بحطه. اوكي طيب قلبيهم بالمرة ساعدينا يعني. يلا يلا. ليش اكملت؟ مش عارف. متفاجئة مبهورة بالاكل. فيه طحين هيك زي كوكيز فيه. كنت الملح. لا في لحمة نية وقعت. استنى شوي. احي من وين اجت هاي؟ حطها عندهم حطها عندهم. حطيت ملح ولا لا؟ مش عارف مش متذكر نسيت. خلصنا. ايوه طيب خلاص هسه دورنا. يلا يلا زغلول امسك هدول. اول شيء طبقة بشاميلو. ايوه برافو. طيب بعدين بعدين اللحمة اللحمة. بالضبط. بعدين نحط طبقة ريحتها معكرونة. كيف شايف الوضع؟ لوز. شفت شايف عليك انت تهتم بالمنظر؟ صح. البرزنتيشن. طيب يا جايز هلا عم نستنى اللازانيا تستوي، فححط لكم صورة كرسي قبل ما تستوي. اوكي اللازانيا استوت. كيف بس؟ شفت تبعتهم؟ مكترين شواد بقدونس على المعكرونة. بقدونس شو فاكرين انه منسف؟ شو هذا؟ هذا بيزل. ودي ايطاليان ايطاليان من ايطاليا. ميزل. طيب يا جايز هسا التحلاي. هسا نسحب انا وصبا. في هون يا جماعه 10 ورقات كل واحده تحلاي شكل فيه مصابين سهلين. هسا انا وصبا حنسحب وكل واحد لازم يعمل الشيء اللي بسحبه. بعدين فقره التذوق وشباب حيذوقوا اللازانيات تبعتنا. انا اول
فانيلا كيك. صعب. كيك كيك في فرن فرن. سهل احكي سهل قدامهم. كرات اوريو اوكي. اوه هاي سهلة. هات هذا الفانيلا. فانيلا. نتاليا رح تشوف لي كيف بتتعمل الاوريو لانه شوي انا ما بعرف كيف. يلا اخو جاهز؟ يلا يلا هات 3 eggs. يلا هذول اربعة طبعا ما راح يخلوا ما حيخلط الاوريو زيك لازم كسريهم كنتوا. اصبر شوي اصبر. اوكي. ولا كلمة ما تتدخل. اخي الكومنتري تبعك مش معقول زغلول. الايش؟ جالي كله. والله ما توقعت تصير هيك والله. سوري والله. ايش بس دقيقة انا بدي افهم قبل الهبل، ايش الدوكيومنتري اللي عم تتمسخر عليها؟ الكومنتري تبعك مش معقول زغلول. الكومنتري؟ اخوي عم بتحاول تظبط فيي بس انا بدي افقع. عندك يوتيوب؟ عندي بس ما بستخدمه. جد؟ اوكي جايز انا وزغلول خلصنا الكيكة. طلع منظرها فيها بقع نوتيلا والباقي فانيلا. هلا احطها في النار عشان تنخبز. سوبر. ولك اهوفت. هلا بفضل نحطهم بالفريزر. طيب يا جماعة خلصنا الأكل وهلأ فقرة التذوق. مين بحب يبلش؟ جماعة أول حكم حيكون محمد نبيل يا جماعة. مين الفائز؟ ألا Let's go. طيب السكور صار 1-0. أوكي هسا عمر حيدخل يقيم الأكل. يلا عمر. بسرعة احكي مين فاز؟ انت. انا؟ كفو اخوي تحت حمايتنا انت. اوكي جايز السكور صار فاشلين. طيب يا جماعة الحكم الثالث ابو دويكات. انا سؤال اجاوب صراحة. والله انتوا اسكت كثير. كان دائما انتوا بنات جدة. 2-1 مطبخ. ربي يا زلمه السونجي السونجي وخيص. سكور صار 2-1. يس يا جماعه الشخص الجاي حيحدد هل حيكون تعادل ولا انا حفوز. يا جماعه الحكم الجاي هو محمد. شوف يعني تفوزني يا تخسر شغلك. اي والله زكي والله انا عندي بنزك. مين فاز؟ انتوا اكيد طبعا. 3-1 سندينا. طيب يا جماعه الحمد لله فزنا فريق ابو رب زغلول اون ذا وين. السكور 3-1 يعني احنا خاوة فزنا يا جماعه. طيب لاني انا زلمه زي ما بتعرفوا عندي شهامه وايثار فاصلا من البدايه لما تحدثيني اول ما شفت الفلوس قلت بدي افوز على صبا بس ما بدي اخذ الفلوس. جورج انك مؤدب. احكي والله. والله ما بدي اخذ الفلوس. جد تعطيني الفلوس؟ عادي فلوسك مهم. اسمع رجع المصاري. ايش في؟ رجع المصاري ولا اقسم بالله باللازانيا بصباح. يلا 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 انا من الصبح تعبان وبالاخر تعطيني مصاري يا حمار. نزل السلاح من ايدك. اسمع اسمع اسمع. ايش في الحياه؟ مش بس فلوس، في اشياء اهم بالحياه. ما انا قلت لك بزنس. قلت لك بزنس يا غبي. مش حكايه بزنس. لا تنسوا تشتركوا في القناه في الديسكربشن. شكر خاص للتلسكوب اللي عملوا لنا المطبخ. قناه شباب في الديسكربشن يا جماعه روحوا اشتركوا في قناه شباب. زغلول بحط قناتك. زغلول حطيت قناتك في الديسكربشن. باي باي باي. خد جزره والله لك مش فاضي.